أصدقائي، رجعنا وياكم بحلقة جديدة وبنصائح جديدة. قبل ما نبدأ ونكمل مع بعض أساسيات تعليم الحلاقة من الصفر إلى الاحتراف، حبيت أنصحكم كم نصيحة. نرجع مع بعض لموضوع حلقتنا اليوم. معقول راح يصير حلاق؟ فيني أصير حلاق؟ طبعا راح يصير حلاق وتحترف بمهنتك. العمر، في كثير من الناس عم يسألوا معقول راح يصير حلاق وعمري 30 سنة 40 سنة؟ طبعا العمر ما له علاقة أبدا. عمرك 20، عمرك 30، عمرك 40 ما له علاقة أبدا. ما زال في بجواتك، في بداخلك إرادة وتصميم وقناعة، أكيد راح توصل للهدف. الذكاء وحب للمهنة، في كثير من الناس أذكياء ووصل يعني معاهم لحد إنه للغرور، إنه أتعلم الحلاقة بثلاث شهور، شهرين، ثلاث شهور راح أتعلم، إنه بسيطة وما بدها شيء وكله مشطو مقص راح أتعلم بسرعة. طبعاً بعد الامتحان بشهر بعشرين يوم فشل وما أتكمل، لأنه طبعاً وصل معه لحد الغرور. ذكاء غير كافي، لازم يكون عندك حب للمهنة. ثاني شيء والأهم، كلام الناس. كلام الناس، أنت ما تأخذ كلام الناس، أنت ورايح على صالون، في ناس قدامة، في حلاقين قدامة يعني راح يحاولوا يستفزوك، يحاولوا يضعفوك، راح يحاولوا يستصغروك، أنت مالك فيهم، أنت بس إدنك على معلمك، أنت مالك علاقة. طنشهم، طنش العالم، بكرة بس توصل للهدف، توصل لمبتغاك، أكيد راح يعرف، يعني راح يعرفوا الصح من الخطأ، مين كان الصح ومين كان الخطأ. إن شاء الله عجبكم الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. أخوكم جاكر بارك.